2000 عام في السنة إلا القاضي وكان كان السنة 1000 لا 1041 مش 1100 لو كان 1100 كان بينهما 100 عام ودول 200 سنة. نسب وولادته هو الشيخ سيدي أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي شهاب الدين أبو العباس العارف بالله الإمام الفقيه شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ. وبعض الناس يلومنا على كثرة الألقاب والمدائح، شيخ الإسلام العارف بالله عمدة التحقيق أهل الرسوخ قدوة السالكين، يظنون أن هذه مبالغات، وإنما في الحقيقة نابعة عن عمق المحبة والإجلال والتقدير للعلماء والشيوخ. وإن كان هناك تفاوت بين من يستحق هذه الألقاب حقيقة أو من بلغ فيها مبلغا كاملا، وبين من هو سالك في طريقها ويترقى أو يرتقي إلى درج الكمال، ولكن على أي حال ليس هناك نفاق ولا كذب ولا مبالغة، كل إنسان يعبر ويجل شيخه بما يريد من الألقاب التي يراها، والأمور هنا نسبية، التي يراها التلميذ صادقة على شيخه، وقد يراه غيره لا تصدق، هناك تفاوت. المهم عندما تكلم وأثنى بها لم يكن مبالغا ولا مفتريا ولا مدعيا ولا كذابا، وإنما كان صادقا. وكل إنسان يؤاخذ بحسب اعتقاده وبحسب ما يرى، يعني أنا أرى في العالم الفلاني أنه بحسب إمكاناتي وبحسب رؤيتي وثقافتي وبحسب ما وصلت إليه رأيت في هذا الشيخ أنه أعلم من غيره بكثير، بينما يرى غيري العكس، فلا أكون أنا كاذب ولا يكون هو كاذب. واضح المسألة؟ ليس في هذه الألقاب التي نط فيها أو نذكر، فربما لم نذكر من حقهم إلا شيئا قليلا، مهما كانت مدائحنا ومهما كان ثناؤنا عليه. بعض العلماء أثنى على ابن عربي بعبارات فائقة في المعنى والتقدير والاحترام، فكأنه رأى ممن يستمع إلى هذه الألقاب وإلى هذه الأوصاف أنه يبالغ أو أنه يكثر، فقال لا والله كل الذي قلته فيه ما زدت إلا لعلي زدت نقصانا، قال أنا ما زدت شيئا، كل الذي قلته فيه ما زدت إلا لعلي نقصت، يعني زدت في النقص ولم أزد فيه في الزيادة. فهو الشيخ الخلوتي ذا نسبة إلى طريق الخلوتي، شهاب الدين أحمد، شهاب الدين أبو العباس العارف بالله. وكلمة العارف بالله تختلف من عارف إلى عارف، لكن كلاهما بقدر فهمه يقال له عارف، أو بقدر معرفته يقال له عارف. فأنت ماذا تعرف مثلا عن التمر؟ أعرف كذا. واحد آخر يخبرنا بأنواع أخرى أنت لا تعرفه، واحد آخر يخبرنا بزيادة، كل منهم يسمى عارف، ولكن المعرفة تختلف من واحد إلى واحد. فهو عارف بالله على أي حال، لكن معرفة العلماء ليست بدرجة واحدة، بل هناك عالم أعلم أو أعرف من غيره، وكذلك الأنبياء في تفاوت في معرفتهم، وكذلك الملائكة، حتى يصل إلى أعلى ما يمكن إليه البشر من المعرفة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أنا أتقاكم لله وأعرفكم به، يعني هو أعلى الناس في المعرفة بحسب ما يمكن أن يصل إليه البشر. أما المعرفة كما هي
أو على حقيقتها، فما عرف الله تعالى حق المعرفة ولا قدره حق قدره ولا وصفه حق وصفه إلا الله. فكل بحسب درجة قربه وبحسب كماله وبحسب ما أفاء الحق سبحانه وتعالى عليه. فهو شيخ الشيوخ وعمدة أهل التحقيق. ولما يكون شيخ الشيوخ يعني شيخ من الشيوخ أو شيخ هو رأس في الشيوخ، كما نقول فلان مثلا عالم المدينة يعني عالم في المدينة، فلان عالم الحجاز يعني عالم إيه؟ أهل الحجاز. وإذا قلنا فلان شيخ الإسلام يعني شيخ أهل الإسلام، مش شيخ الإسلام نفسه، تفهموش في الإضافة وفي التقدير وفي اللغة. وعمدة أهل التحقيق والرسوخ. وإحنا لو ذكرنا عن أحد مشايخنا أنه شيخ الإسلام لقام له الآخرون علينا ويقولون وهل للإسلام شيخ والإسلام هو الدين وهكذا. وإنما إذا ذكرت عن رجل آخر يلقبونه بها ليلا ونهارا، ومع ذلك لا يؤاخذون أنفسهم إذا أطلق اللفظ على من يريدون. فشيخ الإسلام يعني شيخ أهل الإسلام، عالم المدينة يعني عالم في المدينة، كما يقال مثلا عن فلان كذا يقال حاطب ليل يعني حاطب في الليل، حاطب ليل يعني حاطب في الليل. قدوة السالكين ومربي المريدين، العلامة المحقق الحبر الفهامة المدقق. ولد سنة 1175 في صاء الحجر، هذه اللي بينسب إليها إيه؟ الصاوي. حفظ القرآن في بلده، ثم انتقل إلى الجامع الأزهر لطلب العلم سنة 1187 من الهجرة. وتلاحظ أن كل التاريخ كان إلى هذا الوقت كان بالإيه؟ بالهجرة. وكان كذلك في مصر حتى أيام الاحتلال، إلى أن تغيرت الأوضاع عندما دخلت الدولة المدنية الحديثة. لكن لا يزال التاريخ الرسمي في دواوين الدولة وفي مرسوماتها وفي قضائها بإيه؟ بالتاريخ الهجري. لا يزال رسميا التاريخ هو التاريخ الهجري. أخلاقه وفضله. ذكر السيد أحمد الششتي تلميذ الإمام الصاوي مناقب شيخه في كتاب سماه مناقب الصاوي، فقال اشتغل بالإرشاد إلى طريق الرشاد، وأنقذ الله به مهج العباد من الحسد والبغي والعناد، فعما نفعه الحاضر والباد. ثم إن أستاذي رضي الله عنه وعنا به شرع يدعو الناس إلى الله بحاله وقاله. يعني كان أحدهم كان جليلا في هيئته وكان مهابا عند رؤيته، كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بلسان الحال قبل أن ينطق بالمقال. كان أحدهم ينتفع برؤيته قبل روايته، خيره بادر وشره نادر، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيره. حاله مع عباد الله العطف والرأفة وعدم التشديد، يربي أتباع بالألحاظ في كل الألحاظ، ويدلهم على المقام الأعلى من أول قدم، حتى فاح شذا عطره في الأكوان وانتشر سره في جميع الوديان. فمن أخلاقه التي ربى أتباعه وتلاميذه عليها أنه لا يعظ أحدا بخصوصه،
إنما يعظ وعظا عاما. وفي هذه فائدة عظيمة، يعني كان إذا رأى مخالفة أو عيبا في إنسان وجه النصيحة للجميع، فربما يكون هذا العيب موجود في أكثر من شخص في المجلس ولكنه لم يظهر إلا من هذا الإنسان، فتكون الفائدة أعم. وهذا كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما بال أقوام، فيحذر واحدا بعينه ولكنه لا يذكره بل يعمم فيه في النصح، وهذا يكون وقعه أنفع. حتى إذا وقعت من أحدهم هفوة عرفها وتاب منها سرا، فكل إنسان يأخذ من وعظه لنفسه عبرة. إذا لم ينتفع إنسان واحد ولكنه انتفع الكثير، وهذا من كمال المعرفة وحسن التربية، لأسلوب عظيم في التربية نفتقده في هذا العصر. ومن أخلاقه معهم أنه يعلمهم ترتيل الأوراد وحسن إقامتها، وقرأ لهم كثيرا من كتب القوم بالدرس ليعلمهم مكارم الأخلاق حرصا عليه. يعني كان لا يكتفي بمسائل العلم، بل كان يدخل معهم في التربية، والتربية الإيمانية الروحية، وكذلك كان يعلمهم مكارم الأخلاق من حكايات وكتب القوم التي كان يقرأها عليه. وما نقل عن سيدنا الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الحكايات عن القوم، أي عن الصالحين، عن أخلاقهم وعن شمائلهم، أحب إلي من كثير من مسائل الفقه، لأنها سير القوم وآدابهم. هذا ما نقل عن سيدنا مين؟ محمد ابن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. ذكرته ليه؟ إن شاء الله. بإذن الله تعالى ربنا يرزقنا الفهم. أبو القضي بهم فين؟ تحكي دخلت؟ تحت. إيه؟ تحت شوية، خليني فوق كنا في التعليم شعر. حننزل حننزل ما تخافش، كله حننزل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. ده ما فيش أزمة تحت المكان ده. افتح. ومن أخلاقه رضي الله تعالى عنه أنه إذا رأى نفوسهم سئمت من التشديد، يعني إذا وجد أن وقع المسائل العلمية تشحذ الذهن، تجعل الإنسان في حالة استعداد ويقظة، فإذا كان العالم على هذه الوتيرة ولم يستطع الطالب أن يقوى على ملاحقته، أصابه شيء من السآمة والفتور، فكان يلحظ ذلك في وجوههم، فإذا به يباسطهم، يعني يذكر شيئا من الفكاهة أو من الطرفة لما يناسب أحواله، مع أنه مهبط تجلي الجلال. يعني كان يلاحظ أن يخرجهم من هذه الحالة إلى حالة من المباسطة. ومن أخلاقه معهم أنه كان يلاطف كل منهم على قدر حاله، حتى إن من رآهم جزم بأن منزلتهم عندهم مستوية. وهذا أسلوب عظيم أيضا عالي،
يعني لم يكن يظهر ميله الى احد الطلاب او علاقته الخاصة به، بل كان يساوي بينهم في الحديث والملاطفة حتى يظن كل واحد منهم ان منزلة الجميع عنده مستوية. وهذا يعني مجال لا يقوى عليه الكثير من اهل العلم الان، ولكنه يظهر، فهذا يوقع البغضاء والشحناء والتغاير والمفاسد التي لا تحمد بين التلاميذ. كان كل منهم يظن ان المنزلة سواء، ولكن لا شك انها ليست إيه؟ كذلك، لكن هو كان اسلوب علاج واسلوب تربية. ولذلك اذا رأيت التلاميذ اختلفوا وتنازعوا بعد موت شيخهم، فقد يكون هذا التنازع وهذا الاختلاف قد يكون سببه هو تمييز وتخصيص الشيخ واظهار ميله الى البعض دون الايه الاخر. بل كل واحد يظن انه الفريد في المحبة من عظم ما يراه من الملاطفة، رضي الله عنه وعنا به وأيده ونفعنا به بجاه سيدنا محمد خير أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بجاه أو بمنزلة فهذا إيه؟ نوع من التوسل لا يضر في الاعتقاد، وسيأتي الكلام عنه. وقد سمعت بعضهم فأعجبني قوله وكتبته، قال التوسل بالنبي نعده شركا وما منعوه بالأعمال. قلت النبي أحب من أعمالكم قطعا إلى المتكبر المتعال. وقال محمد ابن حسين الكتبي في فضل شيخه الصاوي: اعلم أن الذي حصل لأستاذنا من اشتهار ذكره وجذب القلوب إليه وهيبته في قلوب الخلق وتعلق الأتباع بأذياله والتئامهم في ذكر الله وكثرتهم ولهجهم بذكره في غيبته وحضوره والثناء عليه بين يديه لم يقع لغيره في عصره لأحد من إخوانه، بل ولا لأشياخه الذين شاهدناهم، مع أنه ليس له مجلس مؤانسة وحديث دنيوي مما يستدعي جذب القلوب، بل كان في غاية الكد والطاعة. رأيته مرة كان يعني فيها في خلوة وقد غلب عليه الجلال يقول: اللهم إن كان في بقية لغيرك فانزعها. انظر هذا الدعاء الذي لم نألف الاستماع الى مثله. كثير من الناس يدعو بستر الحال ويدعو بكثرة المال ويدعو بالتمكين ويدعو بالثبات ويدعو بالجنة ويدعو، لكن هل سمعت هذا النوع من الدعاء؟ اللهم إن كان في بقية، يعني ميل إلى دنيا أو إلى شهوات أو إلى تعلق بأي شيء غيرك فانزع هذا التعلق، يعني نريد أن يكون إخلاصه وحبه وولاؤه وتعلقه بالله سبحانه وتعالى وحده. وشاهدته بعد ذلك استوى عنده الجليل والحقير، وهذا هو شأن أكابر الأولياء، يصل إلى حالة يستوي عنده الذهب والحجر، يستوي عنده القليل والكثير، يستوي عنده إقبال الناس وإدباره، تستوي عنده الدنيا أقبلت أم أدبرت. وأول من لهج بمدائح الأستاذ السيد أحمد الششتي حيث قال:
فلا ثم باب غير بابك سيدي ينال المنى ينال المنى ينال المنى عبد أتاه بذلتي تقبل دعانا يا إلهي وكلنا نصيرا ومولا يا رجائي وعمدتي سألتك يا الله حفظا لشيخنا من التبست أنواره كل بقعتي هو العارف الصاوي أحمد عصره مقيم على ذكر الحبيب بهمتي شيوخ شيوخ شيخنا الإمام أحمد الصاوي أخذ الشيخ الصاوي عن أئمة أعلام منهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الأمير الكبير له شرح على إيه؟ على الجوهرة المالكي الأزهري وكذلك العلامة الشيخ أحمد بن محمد الدردير اللي هو شارح إيه؟ وناظم الفريدة والعلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي برضو له إيه؟ على أم البراهين والعلامة الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل له برضو حاشية على إيه؟ الجلالين ومن تلاميذه يعني من تلاميذ الإمام الصاوي الكثيرون من علماء الشريعة والحقيقة العلامة أبو حامد العربي ابن محمد الدفتي الفاسي والعلامة الهاشمي الرتبي والشيخ محمد بن علي السنوسي الخطابي والشيخ يوسف بن محمد بن يحيى البطاح الأهدل الزبيدي والشيخ السيد أحمد الششتي لقائل هذه الأبيات التي ذكرناها والشيخ محمد بن حسين القطبي الحنفي وكذلك من تلاميذه السيد محمد الكفراوي وأحمد بن محمد نصير والسيد محمد البنا الحنفي مفتي السادة الحنفية وكان من أعز أولاد الأستاذ وسليمان أفندي والسيد محمد السيد قاسم الششتي والشيخ علي مطر الغرياني مؤلفات الإمام الصاوي كثيرة معظمها شروح وحواش وأول ما أجرى الله على يديه رسالة ألفها في حياة شيخه أحمد الدردير ردا على بعض المعاندين الجاحدين وجود الأولياء وثبوت الكرامات يعني أول رسالة كتبها كانت إيه؟ ردا على أهل العناد والجحود الذين ينكرون كرامات الأولياء ثم فتح الله له بسبب دفاعه عن كرامات الأولياء بأن كانت مؤلفاته وكتبه وشروحه كثيرة فهذه كرامة أيضا لهؤلاء الأولياء الذين دافع عنهم الفرائد الثانية على متن الهمزية شرح همزية الإمام البصيري ألفها عام 1215 إذ قرأ همزية الإمام البصيري في بلدة بشاطئ النيل وحضره فيها جمع من أفاضل العلماء والأولياء والأشراف فحملوه على يعني طلبوا منه أن يكتب تقريره الذي سمعوه منه وجعله شرحا ينتفعون به فكان شرحا جليلا واضحا نافعا ليس مخلا يعني فيه تقصير مخل وليس طويلا إيه مملا شرح تحفة الإخوان في علم البيان لشيء فيه الإمام أحمد الدردير وهذا مطبوع في مكتبة الحلبي تحفة الإخوان في علم البيان والأسرار الربانية والفتوحات الرحمانية على الصلوات الدردرية وهذا مطبوع في مكتبة القاهرة من أعظم وأنفع الشروح التي شرحت على صلوات الإمام سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وفي شرحه لهذه الصلوات يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال له ما أفضل الأعمال يعني ما أفضل عمل فقال له أي النبي صلى الله عليه وسلم
وقوفك أو مكوثك بين يدي ولي لله تعالى قدر حلب شاه أو شيء بيضة ساعد، يعني مثولك وجلوسك بين يدي ولي لله تعالى قدر ساعة زمنية حلب شاه أو شيء بيضة. فقال يا رسول الله حيا وميتا؟ قال حيا وميتا، يعني هذه لا يعدلها شيء من الدنيا، أن تمثل أو أن تجلس بين يدي ولي أو عارف لله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب أعيد طبعه اللي هو شرح صلوات سيدي أحمد الدردير، اسمه الأسرار الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات الدردرية، وله شرح على منظومة أسماء الله الحسنى للشيخ الدردير. يعني الإمام الدردير نظم، عمل نظما لأسماء الله، والشيخ الصاوي شرح هذا هذا النظم. يعني جمع الإمام الدردير صلوات يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الشيخ الصاوي بشرح مفرداتها أو معانيها، زي الصلوات اللي جمعها اللي هي دلائل الخيرات بتاعت الامام الجزولي. يعني كثير من العلماء كان يجمع سير او يؤلفها من نفسه ينظمها ويقوم بشرح مفرداتها ومعانيها. هناك الصلوات الدردرية، وهناك صلوات سيدي عبد السلام ابن، وهناك الصلاة العظمية، وفي الصلاة التادية او يقال الصلاة النارية. هناك صلوات سير، صلوات كثيرة نسبت إلى قائلها، هناك ألفاظ فيها غموض أو تحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل، فقام العلماء بشروح هذه الألفاظ وبالتعليق عليها. وهناك كتب مؤلفة في الصلوات، هناك الصلوات المدنية وصياغها من أعظم ما يمكن. بعض العلماء الكبار لم يستطع شرحه، ولكن قال إذا أكثرت من الصلاة والسلام بها على النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك الله تعالى فهما أو ذوقا فيها إن شاء الله. الصلوات المدنية مفتتحة اللهم صل على أصل شجرة الأكوان المتفرع من نوره ما يكون وما كان، بحر نورك المتدفق من عقل، وهذا لها علو كبير وتحتاج إلى شرح. ولكن إذا شرحت قد يزيغ أو يضل بعض الناس. هذه أسرار تمنع عمن لا يصل إلى هذه الدرجة من الفهم حتى لا يقع في الزيغ والإنكار والضلال. فحدث الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا ما حدثت قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا سارعوا بالإنكار. وله حاشية على شرح الفريدة البهية، وقد أفدنا منها كثيرا في الشرح الذي سبق أن تممناه وكتب لنا فيه الخير والتوفيق إن شاء الله تعالى. وله حاشية على تفسير الإمامين الجلالين الومين الجلالين، الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي، فجمع بينهما وسمي الجلالين. وله شرح على جوهرة التوحيد الذي سنعيش في بركاته إن شاء الله تعالى. وله كذلك رسالة في الجهاد، وحاشية على تفسير البيضاوي، وله كثير من المؤلفات النافعة. وفاته قال السيد محمد حسين الكتبي في مناقب شيخه الصاوي: ولما توجهت همة الأستاذ إلى التوجه إلى المدينة المنورة، هكذا كانوا يسمونه منذ عهد بعيد، منذ أن قال سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه:
لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت وأضاء فيها كل شيء، وهذا مروي في الكتب الصحيحة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت وأضاء فيها، فمنذ ذلك العهد سميت بالمدينة المنورة بأنوار مين؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن كأن في القوم أو في يعني قلوبهم شيئا من ذلك، فأخذوا يعني يدعون أن هذه التسمية ليست معروفة ولم تكن في عهد السلف رضي الله تعالى عنهم، فسموها بالمدينة النبوية، وهي المدينة المنورة. رضوا أم أم كرهوا؟ ولما توجهت همة الأستاذ إلى التوجه إلى المدينة المنورة، وكان ذلك أوائل شعبان سنة 41 و200 هجرية، السنة التي توفي، اشتد كرب فراقه على جميع أتباعه، وخصوصا مع قوله إن الوقت قرب، يعني كانوا يسمعون منه هذه العبارة إن الوقت قرب، فظنوا أنه قد أو يعني فهموا أنه قد اقترب أجله. وحبيبي دعاني، إن الوقت قرب وحبيبي دعاني، فتهيأ لصحبته بعض أعيان الإخوان، وهو زوج أخت الأستاذ الشيخ علي الشاذلي، ونزل إلى بلده ليأتي ببعض لوازم السفر، فلم ينتظره واستصحب أخته وقال وهو يبكي لمن أتركها، فتجاثرت عليه مرة وقلت له يا سيدي مولانا الشيخ علي الشاذلي معك، فهل انتظرته؟ فقال لي والله على فقال لي والله على العبارة دي من من كلام الله الذي يقص لنا هذه الحكاية، فقال لي يعني قال لي هذا القول والله على ما أقول وكيل، إنه لا يحج ولا يسافر، وإذا به مات ودفن ببلده، وأدرك رضي الله عنه رمضان بمكة، وتوجه بعده لزيارة ابن يعني بعد رمضان لزيارة ابن عباس، يعني سيدنا عبد الله ابن عباس، لأنه مدفون فين؟ في مدينة الطائف. ثم حضر موسم الحج الشريف ونزل من منى مسرعا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وهو يقول الوقت قرب وحبيبي دعاني، فوصل إلى المدينة وتملى بالزيارة أياما قلائل، وتمرض كذلك، وتوفي إلى رحمة الله تعالى 7 محرم الحرام في مفتتح سنة 41، من السنة افتتاحها بشهر شهر المحرم، يعني في أول 7 محرم، يعني في مفتتح العام الهجري سنة 41 و200، ودفن بالبقيع على ساكنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن تبعهم عليهم جميعا رضوان الله تعالى ورحماته وبركاته. بهذا نكون قد ذكرنا ترجمة سريعة للإمامين الجليلين، الإمام اللبقاني صاحب النظم، والإمام الصاوي صاحب الشرح. ثم بعد ذلك نفتتح إن شاء الله تبارك وتعالى متن الجوهرة بشيء مما يتيسر لنا في هذا الوقت من التعليق والبيان، فنقرأ بعض الأبيات كده في البداية حتى يعني تتحرك الهمم ونسمع فيها إن شاء الله. أقرأ كده 10 أبيات من المد. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا. ارفع صوتك عشان ما يسجل. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنع، لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ مقدمة الإمام الشيخ الصاوي اللي هو شارح أرجوزة الجوهرة. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام. وهنا قدم الإيمان على الإسلام ليه؟ إنه متعلق بالعقائد القلبية، والإسلام بالامتثال الظاهري، وأخرجنا بهما من ظلمة الشرك والأوهام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عند الختام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى أشياخنا وأشياخهم إلى منتهى الإسلام، يعني إلى منتهى أهل الإسلام، يعني إلى أنه لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. فتكون هذه الصلوات وهذا الافتتاح شامل لكل أهل الإسلام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وبعد، فيقول العبد الفقير المرتجي غفر المساوي أحمد بن محمد المالك الخلوتي الصاوي: هذه تقييدات على جوهرة التوحيد للإمام العارف بالله تعالى الشيخ إبراهيم بن حسن المالك اللقاني، رأس سلسلة هذا الفن ومن أرباب الأحوال والكشف، وعاش مدة عمره لم يرى ما تحت جبته من بغتة ولا غيرها، وكان مهابا جدا لا يكلمه إلا القليل من الناس، وأنشأ هذه المنظومة ليلا، يعني نظم هذه المنظومة اللي هي الجوهرة اللي هي عددها كان بيت 144 في ليلة واحدة، وإحنا شرحها يحتاج منا إلى سنين طويلة، نظمها في ليلة واحدة بإشارة من شيوخ التربية في التصوف سيدي أحمد عرف الشرنوبي، هو الذي أشار عليه بشرح هذا النظم المبارك، وأوصاه لما فرغ منها وهو قائم يصلي ألا يعتذر لأحد عن ذنب أو عيب بلغه عنك، بل يعترف له به ويظهر له التصديق على طريق التورية مذلة للنفس، فما خالفه بعد. كانوا يستمعون ويتبعون للإرشاد بدون جدال وبدون اعتراض، امتثل لكلام شيخه امتثالا تاما، وعلمه أنه يعني مما استفاده أنه إذا قرأ أو قرأ، يعني أي إنسان قرأ إنسان ما أو قرأ أحد في أذن المولود سورة القدر، يعني عند ولادته، السنة طبعا ورد فيها أن يؤذن، يعني بعد الأذان والإقامة، إذا قرأت سورة القدر عند ولادته لم يقدر الله تعالى عليه زنا مدة حياته، إذا قرأت في أذن، فيش تعارض بين هذا وبين ما جاء في السنة،
يعني لأنه يمكن الجمع مؤذن ثم نقيم في الأذن اليسرى ثم بعد ذلك نقرأ سورة القلق. وهذه من المجربات وما جرب عن الشيوخ الأكابر فهو صحيح. يعني بعض الناس شكك وقال إنه حديث التوسعة في يوم عاشوراء لمن وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة، قال هذا حديث لا يصح من ناحية الإسناد أو الرواية. ولكن بعض العلماء المحققين قالوا جربناه 50 سنة فوجدناه صحيحا. أظن عاوزان ثاني يعني صحيحا من ناحية الفعل. فهذه من الأمور التي جربوها ورأوا أنها نافعة. توفي منصرفا من الحج يعني بعد رجوعه من الحج بمحل يقال له الشرفة ليلة الأحد قبيل العشاء الأخيرة 3 شهر صفر سنة 41 بعد 1000 عن نيف 70 سنة. اللي هو مين؟ ها؟ مين اللي توفي في هذه السنة؟ الشيخ اللقاني سنة 1041. الإمام الصاوي توفي سنة 1241. يعني بين وفاة الإمام اللي هو نظم الجوهرة وبين وفاة الإمام الصاوي اللي هو من أحد الشراح، مش شراح كثيرون، واحد من شراحها، 200 سنة 200 سنة بين الإمام الصاوي وبين الإمام اللقاني. وحمل أي الإمام اللقاني إلى عقبة أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم، البحر القلزم أو بحر القلزم الذي يقال له الآن البحر الأحمر، اسمه في الكتب القديمة بحر القلزم أو بحر القلزم. دفن بمحل عالم مجاور لآخر بساتينها الذي ينزل الحاج بعد رجوعه خلفها على يمين بيوصف، لكن بالشك تغيرت هذه المعالم وهذه الأوصاف. سألني في شأنها وقت السحر وأنا جالس، يعني يقول هذا الشيخ الومين أحمد عرب الشرنوبي، قال سألني في شأنها يعني في شأن الجوهرة وقت السحر وأنا جالس بجانب ضريح السيد أحمد البدوي بعض الأعيان من الملازمين لذلك المحل الأنور. فقال لي طبعا المحل الأنور قبل ظهور البدع وقبل ظهور الاعتراضات وقبل ظهور التمسلف وقبل ظهور ادعاء نصرة السنة وقبل ظهور الوهابية وغيرها. إن جوهرة التوحيد كتاب نفيس، غير أن شراحه صعبوا. الرجل قال له إيه؟ قال له جوهرة كتاب نفيس، كتاب قيم، ولكن شراحه عقدوه وحواشيه ذات الجماعة المحشين، يريد كمان يعني فكوا إيه هذه الصعوبة، بل زادوها، زادوا ايه المحشين، زادوا ايه الشروح صعوبة. فاقتضى رأينا انك بجوار ضريح مين سيدي احمد، قال اقتضى رأينا انك تجعل لنا حاشية توضح معنى او الفاظ الجوهرة بسهولة من غير تعقيد ولا تخليط. قال فاستبشرت لذلك وأجبت راجيا لفضل الله تعالى لا لحولي وقوتي، ورجوت منه النفع كما نفع بأصلها. إنه جواد كريم. سبحان الله، يعني احنا بعد أن انتهينا من شرح الخريدة كنا نفكر أي شرح نبدأ به، وهناك شرح الأمير طبعا عاوز علماء كبار، وهناك شرح العلامة البيجوري، وهناك شرح الشيخ عبد السلام اللقاني وشرح الإمام اللقاني وشرح كثير من العلماء في مصر والشام وغيرها. ولكن الحمد لله بركة الإمام الشيخ الدردير، هذه من بركته جاءنا. لأنتم خدتوا دوري
انا اخذت دور معاكم وسارسل لكم واحدا من اكبر تلاميذ اللي هو الامام الصادق. ولم اكن والله قد قرات هذه العباره من قبل. ابن شراح الجوهر صعبوها وعقدوها وعاوزين شرح مبسط الذي قام به مين؟ الشيخ احمد الصاوي. فكان التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. والشرح فعلا بسيط وليس فيه تعقيد. والحمد لله ما حدش عمل حاشيه على هذا الشرح حتى يعقدها مره اخرى. فكانت بحمد الله سهله وعذبة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان في البسملة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر ذي بال. ما هو الأمر ذو البال؟ يبقى الأمر ذو البال كل أمر مهم شرعا، يعني كل أمر اهتم به الشرع. يبقى إذا لم يكن قد اهتم به الشرع فليس بأمر ذي بال. طيب كل أمر يعني مما يهتم به شرعا. الأمر اللي يهتم به الشرع إما أن يكون فعل وإما أن يكون قول. بس يا فعل يا قول، ما ينفعش يقولوا وهو الأمر باللغة يشمل الفعل والقول والترك. شوف كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. وما أمر يعني وما شأن. الأمر يمكن يكون فعل، وإنما أمره إذا أراد شيئا الأمر يكون قول أن يقول له. والأمر يكون فعل له الخلق والأمر. والأمر يكون ترك. الثلاثة يسموا في اللغة أمر. أما الترك إذا ما ينفعش يكون أمر ذي بال يبدأ فيه لأنه ليس بفعل وإنما هو ترك. يبقى انحصر الأمر في القول والفعل. الفعل زي يعني كل أمر ذي بال قول أو فعل. قول زي زي القراءة. القراءة دي مش قول، وهي أمر ذي بال. وكذلك الفعل زي زي التأليف، زي الكتابة، زي الأكل، زي الشرب، ده فعل. والقول مثل مثل القراءة. يبقى إذن سواء كان قول كالقرآن الكريم أو فعل كما مثلنا، بس شريطة ألا يكون محرما لذاته أو مكروه لذاته أو ذكرا محضا أو جعل الله أو الشرع له مبتدأ أو مفتتحا غير البسملة، أو لا يكون من تفساف الأمور. هذه هي القيود، احفظها. يعني كل أمر ذي بال، الأمر يشمل القول ويشمل الفعل، بس بكم شرط. أول حاجة لا يكون محرم لذاته. زي إيه المحرم لذاته؟ زي شرب الخمر، زي الزنا، زي الربا، اسمه ده محرم لذاته. في محرم لغير ذاته؟ أيوة في محرم لغير ذاته. زي إيه؟ زي الوضوء بماء مغصوب. يبقى الوضوء ده مش حرام وانما حرم ليه؟ لان الماء، فهذا يسمى محرم لغير وكذلك في مكروه لذاته وفي مكروه لغير ذاته. المكروه لذاته كلاعب الشطرنج مثلا. طب والمكروه لغير ذاته كأكل البصل وإتيان المسجد. يبقى هنا أكل البصل لذاته ليس مكروها وإنما يأكل ويأتي إلى الإيه. يبقى هذا اسمه مكروه لغير لغيره. يبقى أول حاجة الأمر اللي هو ذي بال لا يكون محرما لذاته، فهمنا معنى محرم لذاته، ولا يكون مكروها لذاته،
ولا يكون ذكرا محضا، وهو الذكر امر ذباب، ولكنه اذا كان ذكر محض كده زي ايه، زي الايه الهيلله لا اله الا الله، وزي الايه السبحله والحوقله والحمدله، كل هذه تسمى ايه ذكر محض. فالذكر المحض يعني انت عاوز تقول يا سبحان الله بقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، اسمه ده ذكر محض. لا بالقران ده ذكر ولا من ذكر، ولكنه ليس ذكرا محضا لما اشتمل من التكاليف الشرعيه والحلال والحرام واحكام الجهاد والطلاق والميراث وتدبير شؤون الدين والدنيا، فهذا ليس ذكر محض. ولذلك لا بد في افتتاح القراءه من البسمله، اما لو كان ذكرا محضا يبقى يمنع ايه، يبقى اول حاجه الامر اللي هو الذبال ولا نبدا فيه بالبسمله، المحرم لذاته والمحرم ايه والمكروه ايه لذاته، والذكر ايه او ما جعل الله له مبتدا او مفتتحا غير البسمله، زي ايه زي الصلاه او الاذان. بعض الناس المتنطعين يفتح الميكروفون بدل بسم الله الرحمن الرحيم، يا اخي الشرع لم يجعل له افتتاحا غير لم يجعل له البسمله يعني، وكمان في بعض الناس يزيد على ذلك يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبر. يبقى الشرع لم يجعل للاذان افتتاح الا بالتكبير، والصلاه ايه بالتكبير، فاللي يبسمل او يستعيذ عند الاذان او عند الصلاه ده تنطع وابتداع، هذه البدعه الضلاله التي ايه غفل الوهابيون عن ذكرها. يبقى جعل الله له مبتدا غير الايه ها زي ايه الصلاه والاذان، او لا يكون من سفساف الامور البسيطه زي ايه زي لبس النعل مثلا، اهو امر الذبال هتمشي حافي، ولكن يعني امور ايه ما صحش يعني عشان تعظيما لاسم الله تعالى، زي لبس النعل او البصاق، واحد عاوز يبصق ويروح يسمي وبعد كده ما ينفعش، امور ايه من ال ولكن شوف عرفنا ان الشرع جعل هناك امور ذات بال ولم يجعل افتتاحها بالايه بالبسمله. ولكننا لا نعلم ما يبدأ فيه بالحمدلة وحدها سوى الخطب، ما نعرفش حاجة في الدين وردت انه يبدأ فيها بالحمد لله الا الخطبة فقط، هل تعرف حاجة ثانية؟ بالنسبة للطعام نبدأ فيه بايه ببسم الله ونختم فيه بالايه، مش اول ما نبدأ بالحمد لله كده خلاص ختمنا، يبقى البداية بسم الله والختام بإيه؟ بالحمد لله. يبقى هذا هو الإيه؟ معنى كل أمر إيه؟ في بال. كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجذم. أقطع يعني حتى ولو كان في الظاهر ما فيش انطباع، إذا أقطع معناها قطع البركة. أو قد يكون في الظاهر موصول ولكنه في الحقيقة مقطوع. والمعنى ناقص وقليل البركة. هذه روايات أقطع أو أجذم أو أبتر، يعني معناها كلها ناقص وقليل البركة أو عديم الإيه الفائدة. إن قلت إن هذا الكتاب شعر وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة، أجيب بأن الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو ما احتوى على مدح من لا يجوز مدحه او ذم من لا يجوز ذمه. واما هذا الكتاب فموضوعه علم التوحيد وهو اشرف العلوم، فكان من الامور ذوات البال قطعا. يعني لماذا لم يبدا الشعراء في قصائدهم بالبسمله؟ لانها مشتمله على مبالغه او مجاوزه في المدح، فاحسن الشعر واعظمه واجوده اكذبه، اللي فيه خيال وفيه كذا، فلا يناسب ايه ان يفتتح. بس هذا ليس كل الشعر، اما هذا الشعر محتوي على علم نافع وهو اشرف العلوم اللي هو علم التوحيد، فيبدا فيه بالايه بالبسمله. ان قيل ان البسمله من القران والشعر ده نظم من كلام الايه البشر،
فكيف وقد قال الله تعالى تنزيها لكتابه أو لنبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر؟ قل له المشكلة لو أننا جئنا بالبسملة نظما يعني جعلناها على هيئة الشعر، أما هنا البسملة منفصلة عن النظم كأنها مستقلة، ولم يستطع أحد أن يجعلها نظما إلا القليل كما فعل الإمام الشاطبي لما بدأ قال كذا بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن، هي البسملة بس جعلها على هيئة النظم وعلى هيئة الشعر. أما الحمد لله فإنها كلمتان، الحمد لله يسهل نظمها، أما البسملة صعب، يعني لم يفعل هذا أظن غير مين؟ غير الإمام لمهارته ومقدرته، ولكنه يستثنى هذا لأن الشاطبي لم يتكلم في الغزل ولا في مدح من لا يجوز مدح، ولا في كذب ولا في مدح الملوك أو الأمراء أو طمعا في الدنيا، وإنما نظم منظومة للقرآن الكريم وخدمة هذا العلم. وأفرد البسملة عن الشعر ولم يأتي بها نظما، يعني هنا الشيخ اللطاني أفرد البسملة عن الشعر يعني أتى بها مستقلة، لم يأتي بها على هيئة الشعر، ولم يأتي بها نظما كما فعل الإمام الشاطبي. طب ما فعله الشاطبي، كان صحيحا جائزا أم كان مكروها؟ طبعا كان جائزا، ولا أحد يقول إنه مكروه، لكن الأفضل أن نأتي بالبسملة على هيئتها، بسم الله الرحمن الرحيم، من غير شفير لا يمكن أن يؤتى بالبسملة على هيئتها في النظم، يعني لأن بحور الشعر أو التفعيلات ما تجيش فيها البسملة كده أبدا، الستاشر بحر، فلا بد عشان نأتي بها شعرا لازم نغيرها، زي ما بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا، غير كده لا يمكن. ولم يأتي بها نظما كما فعل الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله بدأت ببسم الله، وهذا يؤيد أن البسملة قطعا من القرآن الكريم، لأنه لم يؤتى بها على على نظام الشعر، ده قطعا في النمل هنا قطعا، أما في سورة الفاتحة اختلفوا فيها على 11 قولا، اتفقوا على أنها من كلام الله تعالى قطعا، واختلفوا في قرآنيتها بس في غير ما ورد في النمل، إنها في النمل بالقطع أنها بعض آية، أما بعد ذلك هناك خلاف. هذا يعني أحيانا يأتي لكن ما تكملش معك، ما تكملش التفعيلة كلها، يأتي جزء منها، فذلك الذي لمتنني فيه، أو نجد تكمل يروح منك ليه، يعني ممكن يوافق بعض الآيات القرآنية في مقطع منها توافق تفعيلة أو بحر، لكنها لا تكمل، ما تكملش التفعيلة كلها أبدا، تيجي كده زي بعض الناس عمل قصيدة جميلة الشيخ عيسى البيانوني من كبار علماء الشام، وجعل دائما شطر البيت الثاني آية قرآنية أو جزء منها، بس أحيانا لم يسعفه ذلك فيضطر إلى قطع الآية، زي ما قال ابن الجزري زي والميم من مخمصة المرض، لا الآية اللي قبلها اللي فيها ولد ليقطع فيها ليه؟ قال ولد يقصد ولد ضالين، لكنه لم يأتي الوزن فقطع الكلمة، وهذا طبعا لا يجوز، لكنه لضرورة الايه؟ لضرورة النظر. فالشيخ البيانوني من ضمن ما قال قصيدة رائعة جدا والكتاب مطبوع منها يعني كل الأبيات التي قرأتها نسيتها إلا بيتا واحدا لا أنساه أبدا، إن أمكن الزيارة ولم نزر إن إذا لفي ضلال وسعر،
يبقى شوف كده إن إذا في ضلال وتعجز معاه، لكن لو حد يكمل هيكبر. إن أمكنت يعني زيارة للحبيب ولم نزر، إن إذا في ضلال وتعجز في الثاني إيه؟ آية من القرآن الكريم. لكن ما يجيش إيه على طول. ولنا علم أن البسمة من كلام الله وليست ويسأل سؤال مهم، بيقول كيف تكون البسملة من كلام الله قطعا وليست قرآنا؟ وقلنا اتفقوا على أنها من كلام الله قطعا، ولكنهم اختلفوا هل هي من القرآن أم لا، وهذا الاختلاف موضعه في غير البسملة التي في سورة النمل. خلاص، الجواب على ذلك أن كلام الله تعالى ليس محصورا في القرآن. نعم، يعني كونها من كلام الله شيء وكونها من القرآن شيء آخر. لأنه هل القرآن هو كل كلام الله؟ لا لا، كده فهم الجواب ولا لسه؟ لأنه يعثر الإتيان بها على هيئتها من غير تغيير بخلاف الحمدلة، ولأنه خلاف الأولى. والباء للاستعانة يعني يعثر أو يصعب أو يستحيل الإتيان بالبسملة على هيئتها من غير تغيير بخلاف الحمدلة، ولأنه كما قلنا خلاف الأولى. طب ما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ أن نأتي بها على هيئتها، يعني أن نأتي بها كما نقرأها هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الأولى. لكن إذا أمكن واستطعنا أن نغير هيئتها فهذا جائز، ولكنه خلاف الأولى. واضح ولا لا؟ نعم. والباء للإشعانة متعلقة بمحذوف، والأولى أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل، وخاصا لأن كل شارع في أمر يضمر ما كانت البسملة مبدأ له ومؤخرا لإفادة الحصر. يبقى هنا الباء دي، خدوا بالكم الباء اللي فين الباء؟ الباء اللي في بسم الله الرحمن الرحيم. أبي الباء ده حرف ولا إيه؟ ولا اسم حرف؟ اسمه هنا حرف إيه؟ لا، ما الحروف تنقسم على قسمين، في حروف معاني وفي حروف مباني. حروف المباني اللي هي الحروف الهجائية زي الباء في كتابة اسمه حرف مبنى حرف هجائي، وفي حرف اسمه حرف معنى زي ما اقول اقسم بالله. هل الباء اللي هنا في بالله زي الباء اللي في كتبة؟ لما أقول قطعت بالسكين أو كتبت بالقلم تبقى الباء هنا اسمها حرف حرف معنى، أما الباء في كتب حرف وهذه باء وهذه وهذه باء، يبقى الباء دي من حروف الايه؟ الباء في بسم الله، مش أي باء، مش الباء في كتبة، من حروف الايه؟ من حروف المعاني. وقلنا ايه معنى حروف المعاني؟ يعني الباء استعملت على ان لها معنى. طب ايه معناها؟ قالوا قبل ما نتكلم عن معنى الباء في بسم الله نعرف الاول معنى الباء في اللغه العربيه. مش احنا قلنا الان الباء اللي هي حرف معنى، لان حروف المباني اللي هي الحروف الهجائيه كم حرف؟ 29 حرف. أما حروف المعاني 71 حرف. وحروف المعاني قد يكون الحرف على حرف واحد زي همزة الاستفهام حرف، مش كده؟ وزي الهمزة في النداء محمد مثلا حرف، وزي واو العطف حرف واحد. وقد يكون حرف المعنى على حرفين زي في ومن وعن، مش ده حرف جر؟ نعم.
ويفيد معنى ولا ما يفيدش؟ حرفين. ويسمى حرف، يعني يقول لك عن حرف جر، تقول يا بني آدم دول حرفين عن، كيف تقول لي حرف؟ يقول هو كده اسمه حرف معنى، ده الكلام ده في حرف ايه؟ لا، وحرف المعنى قد يكون على ثلاثة أحرف، زي على وزي إلى وثلاث حروف، يقول لك حرف جر. لا، وحرف المعنى قد يكون على أربعة أحرف زي إلا، عارف إلا دي مش ثلاث حروف، أربعة، الهمزة واللام المشددة حرفين، وبعد كده الألف اللي وراهم يبقوا كام؟ أربعة. لا، وحرف المعنى يكون أيضا على خمسة أحرف زي إيه؟ زي لكن، حرف مبنى وحرف ايه؟ معنى. وحرف معنى. حروف المعاني 71 حرف، وحروف الايه؟ المباني او الحروف الهجائية 29 حرف. حرف المبنى يأتي على حرف واحد زي همزة الاستفهام، ويأتي على حرفين زي عن ومن، ويأتي على ثلاثة زي إلى وزي على، ويأتي على أربعة زي إلا، إلا دي أربعة أحرف، ويأتي على خمسة زي لكن المشددة مش المخففة، المخففة لكن تبقى أربعة، يبقى لكن زي يقول لك حرف إيه؟ استدراك، حرف إيه؟ استدراك. ومعنى الاستدراك يعني نفي ما يتوهم ثبوته أو ثبوت ما يتوهم نفيه. يبقى هنا الباء في بسم الله الرحمن الرحيم حرف ايه؟ حرف معنى. طب من معاني الباء حصروا معانيها، وارجع الى كتاب مغني اللبيب تجد ان للباء 15 معنى، 15 معنى للباء في اللغة، اما في البسملة حنحصروا في معنيين فقط وحنختار واحد منهم. من معاني الباء في اللغة ليها قلنا كم معنى؟ 15. من معانيها حاجة اسمها الإلصاق، كما في قوله تعالى وامسحوا في رؤوسكم، فالباء هنا للإيه؟ للإلصاق. نعم. وأيضا من معاني الباء الاستعانة. نعم. وكيف تعرف إنها للاستعانة؟ قالوا إذا دخلت على آلة، زي ما تقول قتلته او ضربته بالسيف الباء، او كتبت بالقلم، هنا الباء اسمها ايه؟ للاستعانة، عشان دخولها على آلة. ومن معاني الباء السببية، كالباء في قوله تعالى فكلا اخذنا بذنبه، يعني بسبب ايه؟ والباء للمصاحبة، قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني دخلوا مصاحبين له، لأن اسمها باء المصاحبة، والمصاحبة بتاعتهم للكفر، هم داخلين وهم طالعين، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني ما سابوش جو، طلعوا ايه؟ طلعوا ايه؟ في ثاني بره. والباء بتاعة المصاحبة كما في قوله تعالى قيل يا نوح اهبط به بسلام، يعني مصاحبا ايه؟ بالسلام. طب يبقى الباء قلنا لها 14 او 15 معنى، وموجودين في كتب الايه؟ اللغة. طب الباء اللي هنا بسم الله الرحمن الرحيم لايه؟ قالوا اما ان تكون للاستعانة، وإما أن تكون للمصاحبة على وجه التبرك، يعني هنا بيؤلف، يعني الرجل حيكتب شرح على إيه؟ على جوهرة التوحيد، حيبدأ في التأليف أو في الكتابة وفي الشرح. نعم. فهو يكتب ما يكتب أو ما يفتح الله تعالى عليه به مستصحبا اسم الله تعالى، يعني في رعايته وفي ظلاله وفي أنسه، وفي ايه؟ ان يفتح عليه وان يتفضل عليه اثناء التأليف والكتابة. اما الذين قالوا ان الباء بتاعة البسملة لو قلنا للاستعانة كالباء في قولك كتبت بالقلم،
هنا حيبقى فيه سوء أدب، كأن اسم الله تعالى ليس مقصودا لذاته، زي ما تقول أنا إيه قتلت بالسيف، السيف ليس مقصودا إنما المقصود إيه القتل، يبقى ده آلة، أو سافرت في القطار، يبقى ليس، يبقى هنا عشان كده لئلا يتوهم أن اسم الله تعالى ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود ليه. وقالوا أيضا أنه في حاجة ثانية تمنع، وهي إيه؟ أن الاستعانة ليست بالاسم ولكن بالمسمى اللي هو إيه؟ اللي هو الذات. ورد هذا بأن في نفس السورة اللي هي سورة الفاتحة اللي هي أول سورة في القرآن افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي 7 آيات باتفاق سواء من عد البسملة أو من إيه، هي 7 آيات، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. رد هذا القول بأن باء البسملة قد تدخل على الآلة زي ما قالوا يكون اسم الله تعالى غير مقصود لذاته، ولا لأن الاستعانة تكون بالذات لا بالأسماء، لأنه كما يستعان كما يستعان باسمه بذاته تعالى كذلك يستعان بأسمائه وصفاته، يعني ما فيش فيها ايه محظور او مشكله. ممكن نقول للاستعانه، ممكن نقول ايه للمصاحبه، لكن الاولى حتى لا يتوهم، ما يتوهم انما في الحقيقه ما فيش لا سوء ادب ولا غيره، انما فقط المساله مساله ايه توهم. والباء للاستعانة متعلقة بمحذوف، والأولى أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل، وخاصا لأن كل شارع في أمر يضمر ما كانت البسملة مبتدأ له ومؤخرا لإفادة الحصر. يعني ممكن هنا الباء دي داخل على إيه؟ مجرور، مجرور اسم، وهناك متعلق، لازم يكون في متعلق، سواء كان هذا المتعلق حيقدر اسم او حيقدر ايه فعل، مع ان المتعلق هنا هو في بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي في القرآن الكريم اللي هي مفتتح الكتاب العظيم، كل ما في القرآن الكريم داخل في هذا الايه في هذا التعلق، لانه مفتتح الكتاب العظيم، وهنا كل ما يفتح الله تعالى عليه من شرح في هذا النظم المبارك. يبقى ينفع تقدر ايه فعل وهو الاصل، تمام، وينفع يقدر ايه اسم، تقدير فعل يقدر كيف؟ ابدأ بسم الله، يعني كده ابدأ بسم الله. طب وتقدير اسم يبقى ابتدائي بسم الله. طب وتقدير مقدم ابدأ بسم الله. طب وتقدير مؤخر بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي يبقى لما احب اقدر مؤخر اقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ابدا، اذا كنت حقدر فعل، او بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي اذا كنت حقدر ايه اسم، واذا كنت حقدر مقدم كما ايه كما ذكرنا اولا، لكن الاولى ان نقدره مقدما ولا مؤخرا. ليه؟ لإفادة الحصر معروفة، ولسبب اخر مهم، وهو أنه لا يتقدم على اسم الله شيء لا في اللفظ ولا حتى في التقدير، فالأولى أن نقدره إيه؟ لأن اسم الله تعالى متقدم بالذات، وأما غيره فهذا من المحدثات، فكيف يقدم المحدث على القديم اللي هو له القدم الذاتي؟ جمعناها تقدير مؤخر إيه؟ أولى لهذا المعنى، وليس فقط لإفادة الحصر. ينفع يقدر فعل وينفع يقدر اسم. فعل يعني أبدأ، اسم ابتدائي، أؤلف تأليفي، آكل أكلي، أشرب شرب وهكذا، ومؤخر كما عرفنا، ومقدم كما إيه قلنا، وخاصا إيه معنى خاصا، يعني بسم الله إيه بدايتي او ايه ابدأ ايه ابدأ اي شيء او ده عامله، اما بسم الله تأليف ده خاص،
يعني مثلا في أمر خاص من تأليف من قراءة من كتاب، وقد يكون هناك خاص الخاص أو نومي أو عملي أو زواجي، في أمور خاصة وفي أمور عامة. وكل هذه الأمور كما ذكرنا كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال إما أن يكون أمر عام أو أمر خاص. فسواء كان عام أو خاص لا بد من الاتيان به ببسم الله سبحانه وتعالى. نعم. وإضافة اسم إلى رفض الجلالة من إضافة العام للخاص. طيب لما قلنا إحنا لما قدرناه كده مش قدرناه فعل قلنا أولى مش كده؟ نعم. ولما قدرناه مؤخر أحسن عشان ما يتقدمش على اسم الله تعالى شيء، لأن اسمه تعالى متقدم على الفعل ذاتا فيتقدم عليه ذكرا. في واحد حيسأل سؤال كده، لو انتم بتقرأوا القرآن وتتدبروا فيه، طب هنا قلنا كده بسم الله يعني تقدم اسم الله وتأخر المقدر يعني بسم الله أقرأ، فلماذا تقدم الفعل في قوله تعالى في سورة اقرأ على الاسم اقرأ باسم ربك؟ وهنا المفروض نقدم نقول باسم ربك اقرأ، فاللي تقدم هنا الايه الفعل واللي تأخر الاسم. يبقى هنا في حاجة تانية، نقولنا اسم الله تعالى مقدم ذاتا على الفعل، لأنه لولا اسم الله تعالى ما كان فعل من الأفعال، فالتقديم الحقيقي لمين؟ لاسم الله تعالى. في سورة اقرأ اللي هي أول ما نزل على رسول الله كان اقرأ باسم ربك. يبقى أما ما ورد في قوله تعالى اقرأ، عارف لو قال تعالى لو قدم وقال باسم ربك اقرأ لكان المعنى أن القراءة مفتتحة باسمه تعالى، ولم يفت هذا طلب القراءة. يبقى لو قال كذا لو قال باسم ربك اقرأ يعني عاوز يقول لك افتتاح القراءة يكون باسم الله، لكن لا يريد الله تعالى أن يقول لك إن القراءة تكون مفتتحة باسمه، لأن هذا دلت عليه البسملة نفسها، وإنما يريد طلب القراءة نفسها. فلذلك قدم الفعل اللي يقرأ، ولذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال له الملك لما شد وضم قال له اقرأ، فراح قال ما أنا بقارئ. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا، هنا سؤال، هل ما أنا ده نفي ولا استفهام؟ يعني هل يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول ما أنا يعني يريد أن ينفي عن نفسه معرفته بالقراءة، أم يريد أن يستفهم يعني كأنه يقول للملك ماذا أقرأ؟ يبقى هنا عندنا احتمالين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما أم كان نافيا؟ قالوا إنه هنا يتمحض أن تكون ما نافية لوجود الباء في الخبر، وإذا كانت استفهامية فلا تدخل الباء في خبرها. يعني لما قال ما أنا بقارئ يريد أن يقول لسيدنا جبريل لست أعرف اقرأ، ينفي عن نفسه ولا يقول لي مثلا أنا أقول لأحد الحفاظ اقرأ يا أخي علينا من كتاب الله شيئا، فيقول لي ماذا أقرأ يعني يريد أن يقول لي في أي موضع أقرأ، ولا يريد أن يقول لي أنا لست بقارئ لأني أنا أعلم أنه هو قارئ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي عن نفسه علمه بالقراءة، لأنه لم يكن يتلو كتابا من قبل ذلك ولا يخطه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه. يبقى هو معنى ما هنا معناها أن النفي وليس معناها الاستفهام. يبقى هنا تقدم الفعل اللي هو الأمر بالقراءة على اسم الله تعالى لأن المراد طلب القراءة، أما في بسم الله تقدم الاسم على الفعل المقدر لأن المراد أن أي أمر ذي بال يفتتح ببسم الله تعالى.
وليس المراد افتتاح امر تكليفك بان تفتتح امرا كما هو ايه الشأن في سورة ايه اقرأ. وضحت ولا لسه؟ يلا. وإضافة اسم إلى لفظ الجلالة لإضافة العام للخاص لأنه يعم لفظ الجلالة وغيره من باقي الأسماء. آية لما قال بسم الله أضاف إيه إلى إيه؟ أضاف الاسم إلى لفظ الجلالة، هذا يسمى من إضافة العام إلى الخاص. إيه هو العام وإيه هو الخاص؟ الاسم خاص. الاسم عام لأنه كل اسم من الأسماء الحسنى 99 وغيرها يقال له اسم، هذا عام. أما لفظ الجلالة اسم خاص اللي هو العلم، علم على إيه؟ على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. فالمسمى بهذا الاسم اللي هو لفظ الجلالة الذات الواجبة الوجود المتصفة بصفات الكمال والمسمى بالأسماء الحسنى من قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وأثناء وجودهم، فلا تأثير للخلق في أسمائه ولا في صفاته. فأسماء الله تعالى قديمة قدم إيه؟ الذات، يعني لم يحدث له الخلق اسما ولا صفة، فهو مستحق لها قبل وجود الخلق وبعد وجود الخلق، يعني بعد فنائهم وأثناء وجودهم، فلا تأثير لهم فيها. يعني في إيه؟ في تسمي الحق سبحانه وتعالى أو في اتصافه بها. طب لما نقول كده بسم الله من إضافة إيه؟ العام. فين العام اللي هو إيه؟ اسم. لفظ الجلالة. طب لفظ الجلالة ده علم على إيه؟ على الذات. هل هذا العلم جزئي يعني شخصي ولا كلي؟ شخصي. هذا علم شخصي جزئي. نعم. وليس كليا كما قال الإمام البيضاوي إذ معناه، لأن الإمام البيضاوي شرح وقال إيه ما هي معنى لفظ الجلال، قال المعبود بحق، يعني كده معنى الله يعني المعبود بحقنا، فيجوز أو يصح إطلاقه على كل متصف بتلك الصفة. يعني عاوز يقول أي معبود بحق يقال له الله، لكنه لم يوجد معبود بحق إلا الله وحده، فلذلك إيه أطلقت عليه وحده، لكن في الوضع الأصلي لفظ إيه كلي وليس إيه. هذا اللي قاله مين؟ الإمام البيضاوي. فاهمين إيه معنى كلي ومعنى جزئي؟ كل يعني يصدق على كثيرين متفقين في الإيه في الحقيقة، واقع في جواب إيه ما هو. يعني لو قلنا مثلا من هذا، ما مثلا من سعيد وما زي كل ذا إيه، فيكون الجواب إنسان. كلمة إنسان دي كل يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. فعاوز يقول لك الإمام البيضاوي إنه معنى الله يعني المعبود بحق، فكل من عبد بحق فيطلق عليه أنه الله، لكنه لم يوجد في الوجود معبود بحق إلا واحد. لكن لو فرض يعني تفريض أو جواز عقلي زي ما نقول إيه الشمس، إيه تعريف الشمس؟ قالوا لفظ كلي، الجسم المضيء المشتعل الحرارة الوهاج ده شمس، لو وجد مليون ألف واحد منه ليقال لكل واحد شمس، لكنه لم يوجد إلا شمس واحدة. ولكن يمكن يجوز عقلا أن يخلق الله ملايين الشموس ويقال لكل منها شمس، زي احنا أنشأنا مدينة نقال مدينة، مدينة الإسكندرية، مدينة نيويورك، مدينة القاهرة، المدينة المنورة، مدينة كل مدينة يقال لها ايه. هذا لفظ كل يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة. يبقى هذا كلام الإمام البيضاوي يقول المعبود بحق، يبقى هو الله. فإذا وجد حتى مليون يبقى إذن هو يسمى نفس الاسم، لكنه لم يوجد إلا واحد، زي ما احنا مثلنا به، لأن هناك كل يشترك ولكنه لم يوجد منه في الواقع إلا واحد، فرد واحد.
وفي من لم يوجد منه حتى فرد واحد لم يوجد. وهو أنواع ستة في المنظر، أنواع لكل إيه ستة. يبقى هنا كلام الإمام البيضاوي قال إنه لفظ الجلالة إيه كلي، لكن الرد على ذلك إيه أنه علم شخصي جزئي وليس كلي، لأنه لو كان كليا لم تفد لا إله إلا الله توحيدا، لأنها لم تحصر ذاته على وجه التشخص بعينه. يعني قلنا علم جزئي مشخص معين لا ينصرف إلى يعني معين محدد، مش محدد بمعنى الحد اللي هم بيقولوا به، بمعنى لا يقبل الاشتراك. يبقى معناها لو كان كليا، أفرض قلت كده أنا لا كريم إلا الإنسان مثلا كده، يبقى هل أفادت هذه الكلمة توحيد ولا تصدق على أي إنسان أنه كريم؟ فكذلك إذا قلت لا إله إلا الله لو كان معناها كليا لا تفيد معنى التوحيد، ولكن تفيد توحيد الجنس أو توحيد النوع، ولا تفيد توحيد الذات أو الشخص. واضح كده؟ يبقى الأولى أن يقال علم شخص معين. خلاص كمل. وسيأتي أن أسماءهم تعالى توقيفية. توقيفية عن معناها إيه؟ بتوقيف أو بتعليم من الشارع سبحانه وتعالى، فليست اجتهادية وليست من واضح الخلق. واختلف أيضا في اشتقاق لفظ الجلال، يعني هل هو مشتق ولا جامد. قال الإمام الشافعي وغيره من المحققين إنه مشتق، ومعهم من سيبويه، يعني هذا اللفظ مشتق. وبعضهم قال لا ليس مشتقا، لأنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون. قالوا مش مشتق، لأن المشتق إيه يشترك في معناه إيه كثيرون. أما الإمام الشافعي وسيبويه وبعضهم قالوا مشتق، قالوا وبعضهم قال غير إيه مشتق، وهو الجمهور، يعني الجمهور على أنه غير مشتق. فعلى الأول اللي هو إيه مشتق، مشتق من إيه؟ قالوا مشتق من إيه، من لاها، لاها كده لا مؤلفها. طب إيه معنى لاها؟ قالوا لاها دي لها خمسة معاني. لاها قالوا إما أن تكون لاها بمعنى على، لاها في اللغة يعني على، فيكون معناه العلي القدير العظيم الأوصاف، هذا معنى. وقالوا من لاها بمعنى احتجب، فيكون معناه الذي لا تدركه الأبصار، لاها من معانيها في اللغة أنه إيه احتجب. وقيل لاها بمعنى دام وبقي، ده كان معنى ده، يبقى معناه الدائم الباقي. وقيل معنى لاها يعني طرب، فمعناه الذي تطرب الأرواح بشهود كماله، أو تطمئن القلوب عند ذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كم معنى دولة؟ ده هو المعنى بمعنى إيه؟ على. والمعنى الثاني احتجب، هو الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمعنى الثالث دام وبقي. والمعنى الرابع ضرب، يعني بمعنى إيه أن القلوب إيه يحدث لها إيه تضطرب و وتهيم في جلاله وذكره. والمعنى ليه الخامس بمعنى عبد، فهو المعبود بحق، أو هو الذي يستحق للعبادة. كان معنى دول. يبقى إذن إيه مشتق من إيه من الله. وأصله عند الكوفيين لها، وعند البصريين آلهة. شوف كده إله أو آلهة، آلهة ده فعل وإله إيه اسم. طيب إذا كان زي ما قال البصريون قالوا من لها، والكوفيون قالوا من إيه آلهة أو من إله، طيب فكيف صار الله بعد ذلك؟ قالوا كل اللي حصل أدخلت عليه لام التعريف،
اللي هي ال، فدخلت لام التعريف ال على لها ثم ادغمت وفخمت فصارت الله. ولذلك لفظ الجلالة يقول لك وفخم اللام من اسم الله، فانت لما تفتح المصحف تلقاها لمين، فتسأل كده افخم اللام الاولى ولا اللام الثانية. هو في الحقيقة ما فيش لام اولى ولا ثانية، ده هي اللي في لفظ الجلالة لام واحدة فقط مدغمة، انما لمين في الكتابة، انما في النطق لام واحدة ما فيش لمين. الله ده كيف تحكي، تلقى اللام الثانية عليها شدة وفتحة، واللام الاولانية ما عليهاش ولا حاجة، دليل على انه فقط موجودة فين، في الكتابة فقط، انما في النطق لا اثر لها. طيب لفظ الجلالة كم حرف؟ خمسة. في الف قبل الهاء تلقاها اللي هي معمول عليها ايه صغيرة دي، ولذلك في بعض الناس يقول الله الله، لا هذا خطأ، لانه حذف الالف اللي قبل الهاء، لازم يمدها مد طبيعي بمقدار حركتين، فلو اسقط الالف الاخيرة يبقى اسقط حرف من لفظ الايه الجلالة. يبقى لام التعريف دخلت على لها وأضغمت وفخمت فصارت ايه الله. طيب وعلى رأي البصريين يبقى هي كانت ايه إله، فدخلت عليها الألف واللام وحذفت الهمزة وأضغمت اللام في اللام فصارت الله. يبقى الأصل فيه اختلاف، والصورة الأخيرة ايه واحدة. وفي حاجة تانية بعد كده، طب سواء دخلت الالف واللام وأضغمت او حذفت الهمزة على الرأي الثاني، طب هل هو في الاصل هل هو لفظ عربي ولا هو لفظ غير عربي؟ يبقى الاكثر على انه في الاصل بوضع عربي، وزعم البلخي من المعتزلة انه معرب، يعني هو مش لغة عربية هو معرب، وبعضهم قال لفظ سرياني وبعضهم قال عبري، يعني اختلفوا حتى في اصله في اللغة العربية. وبعدين في حاجة تاني، انه الالف واللام اللي هي في لفظ الجلالة ليست زي الالف واللام اللي هي فين، ها لا، الالف واللام اللي فيه ليست مثلا زي الكتاب، ممكن نحذفها الالف واللام بتاعة التعريف ممكن نشيلها، فيصير اللفظ معناه لا يتغير زي الالف واللام في ذلك الكتاب. لو شلنا الالف واللام هل يختل الكلمة؟ لكن الالف واللام في لفظ الجلالة لازمة، يعني من اصل الكلمة. اوعى تفتكرها الالف واللام بتاعة التعريف، لان لو كانت الف واللام التعريف يبقى معناها ممكن نحذفها ولا تختل الايه الكلمة. يبقى الالف واللام من اصل الكلمة، لانها لو لم تكن من اصل الكلمة لما جاز ادخال حرف النداء. خد بالك من دي، يعني مثلا الكتاب او الرجل ينفع تدخل حرف النداء على الالف واللام؟ ما يجوزش لانها زائدة، انما في لفظ الجلالة تقول يا الله، فهذا دليل على ان الالف واللام من اصل الايه من اصل الكلمة. وكذلك لا يمكن ان تقول يا الرحمن، ينفع تقول يا الرحمن؟ هذا دليل على ان الالف واللام في الرحمن ليست من اصل الكلمة زائدة، اما في لفظ الجلالة فانها من اصل الكلمة. ومع انها في الاصل هي من اصل الكلمة صارت، ولكنها في الاصل لام التعريف، ولام التعريف تسقط من اي كلمة الا من لفظ الجلالة، وعدم سقوطها من هذا الاسم يشير الى ان هذه المعرفة لا تزول عن الله تعالى ابدا، يعني تسقط من اي لفظ الالف واللام الا من لفظ الجلالة، يعني عاوز يقول لك اي لفظ اخر ممكن يكون معرفة وممكن يكون نكرة. فلو قلت الرجل يبقى معرفة، ولو قلت رجل، انما الالف واللام اللي في لفظ الجلالة مع انها لام التعريف في الاصل، ولكن لا يمكن اسقاطها من الكلمة، لان الكلمة معرفة دائما ما تبقاش نكرة ابدا، ولذلك الالف واللام لازم ما تتحذفش ابدا خالص.
لان لو اتحذفت هتبقى ايه؟ هترجع الكلمه الى ايه؟ الى لها او الى ايه؟ او الى الها. يبقى اذا اي اسم او اي لفظ غير لفظ الجلاله ممكن نجعله معرف ونجعله ايه؟ نكره. لكن لا يمكن يكون لفظ الجلاله نكره ابدا. ولذلك بعض النحويين قال ايه؟ اعرف المعارف هو ايه؟ هو الضمير. اعرف المعارف هو الضمير. وبعضهم قال ايه؟ اعرف المعارف لفظ الجلاله. ولذلك غفر له وكان من اهل الجنه بسببه. هذا اعرف. نعم؟ ابن هشام رضي الله عنه جنبينا هنا احنا بجواره. كل اهل اللغه قالوا اعرف المعارف ليه؟ الضمير. الا سيدنا ابن هشام قال اعرف المعارف مين؟ الله. ليه اعرف المعارف؟ لانه ما تسقطش منه الالف واللام خالص. ملازم. وسيأتي أن أسماءه تعالى توقيفية فلا يجوز أن يطلق عليه إلا ما ورد النص به. عارفين يعني توقيفية؟ في كلمة أخرى تقابلها عارفين إيه؟ توفيقية. توفيق يعني يعني وفقه الله، اجتهد فأصاب اجتهاده التوفيق. أما توقيف يعني أوقفه الشارع على ذلك فليس فيه اجتهاد. إذا سمعت كلمة توقيف يعني لا مجال فيها للرأي ولا للعقل، إنما إيه؟ وقفنا الشارع على ذلك. يعني كلمة توقيفية معناها تعليمية، يعني هذا العلم بها كان عن طريق الشارع ولم يكن عن طريق الاجتهاد أو الفهم. نعم. إنما خص في البسملة لفظ الجلالة لأنه الاسم الجامع لكونه موضوعا للذات المتصفة بكل كمال المنزهة عن كل نقص. ولذلك يعني لماذا خصت البسملة ببسم الله؟ ليه ما قلناش مثلا باسم الرحمن أو باسم القدوس أي اسم من الأسماء؟ لأن لفظ الجلالة هو الاسم الجامع لكل الأسماء، لأن ما عداه إنما هو صفة له، أما هو فهو الموصوف علم. ولذلك كان هو الاسم الأعظم عند أهل التحقيق. وتخلف الإجابة لبعض الناس لفضل الشروط، وإلا ففي الحديث ما دامت هو الاسم الأعظم على التحقيق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا به أجيب، يعني أجابه الله، فلماذا تتخلف الإجابة به عند بعض الناس لفقد بعض الشروط؟ لأن هناك شروط في إيه؟ في إجابة الدعوة. قال تعالى ادعوني فكل دعوة مستجيبة، لكن هناك شروط، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تتحقق الإجابة، لأن الله تعالى يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم. وقد تكون الإجابة على إيه؟ تدخر أو يصرف من البلاء بقدرها، أو أن الله تعالى يعني يجعل، لأن الدعاء نفسه عبادة، يعني إحنا مأمورين بالدعاء سواء ربنا سبحانه وتعالى أعطانا ما نطلب أو أخره عنا لحكمة يعلمها، فأنت مأمور أصلا بالدعاء. فلا يقل أحدكم دعوت فلم إيه؟ يستجب لي. كل دعوة مستجابة، ولكن الإجابة في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى لا في الوقت الذي تريده أنت. وقد يؤخر الله تعالى الإجابة فيعطيك هذا العطاء في الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت دعوتي لأمتي في يوم القيامة؟ وهل كل دعوة كده يدعوها الإنسان؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي أو سألت ربي إيه؟ ثلاثة، فأعطاني إيه؟ واحدة ومنعني إيه؟ اثنين. يعني إذن المنع هذا يكون لحكمة. ولو فتح الله تعالى لك الفهم في المنع لعاد المنع كما يقول سيد ابن عطاء الله عين العطاء لو فهمت، بس انما المشكلة انك مش بتفهم، وممكن يكون العطاء ده لك. وتخلف الإجابة لبعض الناس لفقد الشروط
وإلا ففي الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. وخص الرحمن الرحيم لأنهما مظهر النعم الدنيوية. يعني لماذا يعني خصت البسملة بعد لفظ الجلالة باسمين جليلين عظيمين الرحمن الرحيم؟ لأنهما مظهر النعم الدنيوية والأخروية. نعم. فالأول اللي هو الأول الرحمن، لأنه فيه زيادة زيادة مبنى، زيادة حرف. الرحمن فيها كم حرف؟ 5. والرحيم فيها كم؟ 4. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولذلك الأول يعني منشئ جلائل النعم كما وكيفا، والثاني منشئ دقائقها كما وكيفا. جلائل النعم زي السمع، الأبصار، الرزق، العلم، دي جلائل. السمع من جلائل النعم، والبصر دقة البصر دي من دقائقها، الفهم من جلائل النعم لكن سرعة الفهم، البصر حدته يكون قديم من دقائق. كل نعمة فيها جلائل وفيها، فالرزق نعمة ولكن سعة الرزق دي نعمة أخرى. في نعم جلائل وفي دقائق. الجلائل يعني الأصول، والدقائق أي ما تفرع عن الأصول. فالأول منشأ جلائل النعم كما الأول هو الرحمن، منشأ جلائل النعم كما وكيفا. وهذه الصيغة في اللغة العربية تستعمل في الإحاطة والشمول والامتلاء. أول ما تسمع صيغة فعلان زي يقال سكران، هي نفس الصيغة. لما واحد يمتلئ خالص ما بقاش عارف يمينه امتلأت خلاص. طيب وإيه تاني؟ غضبان، شبعان، خلاص سدد. وكذلك هذه الصيغ اللي هي فعلان تدل على السعة والامتلاء. فكلمة رحمن تدل على سعة وشمول الرحمة حتى تملأ العوالم كلها، علويها وسفلها حتى العرش. ولذلك لما ذكر الله تعالى الاستواء على العرش قرنه بالرحمن وليس بالرحيم، فقال الرحمن على العرش استوى، لأن العرش محيط وشامل لكل المخلوقات وليس هناك مخلوقات فوق العرش. ولذلك شمل واسع، وكذلك كانت رحمته واسعة، ورحمته واسعت كل شيء. فلما يذكر استواءه تعالى على عرشه يقرن في الكتاب العزيز بالرحمن، في سورة الرحمن الذي خلق، سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 ثم استوى على العرش. وفي حديث البخاري إن الله تعالى لما قضى الخلق، يعني لما أتم الخلق، كتب في كتاب اللي هو في هذا الكتاب رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. شوف الحديث كده نصه في البخاري، فهو عنده فوق العرش. لما تقرأ شرح ابن حجر تجد حاجة عجيبة، يقول لك العرش ده خلاص نهاية المخلوقات، فيبقى كيف في حاجة فوق العرش ومخلوقة؟ قال لك لا، ده استواؤه على العرش سبحانه وتعالى بصفة الرحمانية للدلالة على أنها تسع جميع المخلوقات بما فيها بما فيها العرش. وذلك فهو في كتاب، فهو عنده فوق العرش، وما فيش حاجة فوق العرش خلاص نهاية المخلوقات. بمعنى كده الاستواء بصفة الرحمانية وليس استواء الذات. خلاص؟ يلا. ما هو مثلا إذا كان في القرآن لما تسمع كده إنه وكان بالمؤمنين رحيما، مش كده؟ إذا الرحمة دي خاصة بمين؟ بأهل الإيمان.
فلم يذكر في القرآن انه بهم رؤوف رحمن رؤوف رحيم شنه؟ وكان بعباد انه بعباده رؤوف رحيم، او مثلا وكان بالمؤمنين رحيما شنه؟ انما لما ذكر الاستواء قرن بايه؟ بصفة الرحمن، لان الرحمن دي تشمل وتسع الرحمانية كل شيء، المؤمن والعالم كله حتى اهل النار الرحمانية مش الرحمة، لانها تدل على الشمول والامتلاء بخلاف الرحيم على وزن ايه؟ فعيل. بمعنى ايه؟ بمعنى فاعل، لانه فعيل تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. بمعنى فاعل زي ايه؟ رحيم، بمعنى رحم سميع، بمعنى سامع. بمعنى مفعول قتيل، بمعنى مقتول شهيد، بمعنى مشهود. يعني عارف شهيد دي تنفع بمعنى فاعل يعني شاهد، وتنفع بمعنى مشهود يعني مفعول. إذا ممكن صيغة فعيل فيها الايه؟ فيها المعنيان. اما فعلان فانه معناها الإحاطة والامتلاء والشمول. ولماذا ذكر الرحمن على العرش ما قالش دي الرحيم؟ لانه لو قال الرحيم يبقى معناها حتشمل اهل الايمان فقط، لكن الرحمن حتعم كل المخلوقات، وسعت ايه؟ كل شيء، كل شيء. والثاني منشأ دقائقها كما وكيفا على التحقيق، ولاحتوائها على اسم الله الأعظم وعلى الاسمين اللذين بهما منشأ النعم الدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية، كانت جامعة لمعاني القرآن الذي جمع الكتب السماوية، لأن معنى القرآن. أنا عاوز أقول لك البسملة تجمع معاني القرآن، تمام؟ والقرآن جمع معاني الكتب ليه؟ السماوية. لأن معنى القرآن انحصر في بيان كمالات الله تعالى وبيان ظهور رحمته وتصرفاته في خلقه دنيا وأخرى. ولذلك من حكمة الله تعالى ما فيش كتاب سماوي الآن موجود يصح نسبته إلى الله. ليه؟ لأن القرآن فيه الكفاية وفيه غنى. يعني لو وجد الإنجيل أو التوراة أو الزبور ليس من الحكمة أن يوجد منها شيء، لأن القرآن ده فيه يكفينا، وهو المهيمن على جميع هذه الكتب، وهو المصدق لما بين يديه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة في إيد بعض الصحابة قال إيه؟ أمتهوكون؟ والله لو إيه؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. يعني كان حيترك التوراة وحيسيبه وحيجيب مصحف وحيتعلم هنا في الأزهر عند الشيخ عبد الحكيم. وقد احتوت البسملة على ذلك وتفصيل ذلك عند أهل البصائر. بيان فيهم بعد كده في الحمدلة. إذا كده نحن الله تعالى عند وصولنا إلى الإيه؟ الحمدلة، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاتنا على آلاء مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى Allah.